معنا للتعليق والتحليل في أداء الأسواق العالمية من عمان السيد سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب. صباحك سعيد سيد سركيس، أبدأ معك بداية بأداء قطاع التكنولوجيا الأمريكي المستغرب في ظل كل هذا الخوف العالمي. لا أستغربوا عن التكنولوجيا، ولكن أمازون رغم كل هذه الظروف ما يزال السهم يسجل هذا الارتفاع. ما هي الإشارات التي تحملها هذه القراءات من وجهة نظرك؟ بالفعل ارتفاعات قياسية لمؤشر ناسداك التكنولوجي في الولايات المتحدة يوم أمس، لكن هذا اليوم نشهد قليل من التصحيح الهابط. لكن بداية لننظر إلى الأسباب التي دفعت بمؤشرات الأسهم في العالم المرتبطة بشركات التكنولوجيا للارتفاع، حيث أن العديد من الشركات استفادت من جائحة كورونا عكس ما كان متوقع. ولو نظرنا على سبيل المثال إلى بعض الشركات مثل على سبيل المثال إي باي وأيضا فيدكس، فوجدنا أن هنالك تزايد على طلب خدماتها وأيضا أسهم شركة أبل وبالتالي أيضا شركة أمازون ارتفع الطلب بشكل كبير على خدماتها، حتى أن خلال الجائحة ارتفع الطلب على الخدمات ب60%، مما أجبر الشركة على توظيف أعداد كبيرة جدا من الموظفين للوفاء بهذه الالتزامات. فتغير العادات الاستهلاكية صب في صالح الشركات التكنولوجية وخصوصا الشركات التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت. نعم. لكن هذا اليوم نلاحظ بداية تصحيح هابط في مؤشرات الأسهم عموما في عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية وكذلك في عدة مؤشرات أسهم في أوروبا وآسيا، وهذا سببه بداية الانتشار في فيروس كورونا بشكل متسارع نسبيا في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، مما استحث هذه الموجة من جني الأرباح والتي قد تؤثر لبعض الوقت ربما خلال هذا اليوم والأيام القليلة المقبلة، قبل أن نعود مرة أخرى لينظر فيها المتداولون إلى التعافي الاقتصادي المحتمل في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة. طب فعلا بالأمس يعني هو ثاني يوم من بعد يوم السبت بتسجل في الولايات المتحدة الأمريكية عودة لتسجيل إصابات عالية، هذا أيضا يقوض الفرص بأنه الطلب على الوقود سينعش أسعار النفط، لذلك ربما وجدنا اليوم أسعار النفط لا تستجيب بشكل واضح. إلى أي حد تعتقد أنه هذه التذبذبات تستمر لفترة من الوقت وأنه سيحصل لدينا ركود في الطلب على الوقود عالميا من جديد؟ هنالك بالفعل انخفاض في طلب الوقود عالميا، فلو قارنا مستويات الطلب على النفط عالميا في هذه الفترة فهو ما زال منخفض عن ما كانت عليه في المستويات سابقة عام 2019. فخلال عام 2019 تعدى الطلب العالمي اليومي كمتوسط 100 مليون برميل، لكن حاليا نشهد انخفاض. طبعا لا نتحدث عن انخفاض كبير في الطلب كما حصل في الأشهر الماضية، لكن هذا الانخفاض أيضا ما يزال ملحوظ. لكن من ناحية أخرى أيضا يجب أن ننتبه إلى موضوع آخر وهو تخفيض الإنتاج الإجباري من عدة شركات في الولايات المتحدة حتى في كندا التي انخفض فيها عدد الحفارات العاملة إلى 18 حفار، وهذا أيضا يدل إلى أن هنالك انخفاض في المعروض إلى جانب الانخفاض الذي تقوم به أصلا منظمة أوبك وحلفائها والذي مقداره 9.7 مليون برميل. وهذه الموازنة التي نشهد خلالها بعض الانخفاض في الطلب لكن أيضا الانخفاض في الإنتاج ربما ستترك أسعار النفط خلال هذا الشهر في تذبذب ما بين انخفاض وارتفاع، مع أني حاليا أرجع على المدى القصير واللحظي إن كان على مستوى تداول اليوم أو ربما خلال هذا الأسبوع أن نرى بعض الميل الهابط في حركة أسعار النفط مع عودة الانتشار في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى بفيروس كورونا مما قد يقلق المتداولين. لكن بشكل عام التداولات المتذبذبة ما بين انخفاض طفيف وارتفاع ربما تستمر خلال هذا الأسبوع على أقل تقدير. طيب سيد سركيس أتابع معك الدولار، في كان تحسن اليوم في حركته أمام سلة من العملات لكنه يبقى ضعيف للشهر الثالث له على التوالي. نذكر أنه يعني الحكومة الأمريكية تستمر في تقديم حوافز اقتصادية لتخطي هذه الأزمة. إلى أي حد تعتقد أنه قرارات الفيدرالية من جهة وضخ خطط تحفيزية في السوق ستدفعان بالقرار الاستثمار اليوم للجوء دائما إلى يعني العملات ذات العوائد المرتفعة؟ نعم، لو نظرنا إلى بداية الانخفاض الملموس في الدولار الأمريكي لوجدنا بأنها ترافقت مع بداية الارتفاع القوي في أسواق العائد المرتفع مثل أسواق
الأسهم، وهذا حصل خلال نهاية الربع الأول الماضي، حيث أن المتداولين توجهوا حينها إلى أسواق العائد المرتفع كعلاقة ما بين دورة أعمال أسواق الأسهم والدورة الاقتصادية بشكل عام. فبدأ المتداولون يتخلون عن الدولار ويتوجهون لأسواق العائد المرتفع بتحفيز من التحفيزات الحكومية الهائلة التي قامت فيها الولايات المتحدة والتي لم نشهد لها أي مثيل، فهي قدمت تريليونات الدولارات، إلى جانب أن الفدرالي الأمريكي قدم أيضا نقد كبير جدا تم ضخه في الأسواق، إلى جانب سياسات أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها قياسيا. وبالتالي مع ارتفاع الشهية في الأسواق ينخفض الدولار الأمريكي، لكن أعتقد بأننا أمام بعض التصحيح لصالح الدولار في هذه الفترة. فعلى مدى هذا اليوم ومدى أيضا الأيام القليلة المقبلة قد نشهد بعض الطلب على الدولار الأمريكي قبل أن يعود للانخفاض من جديد، فالتوجهات المستقبلية للدولار ما زالت تشير إلى احتمالات الانخفاض في الدولار مع توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي عودة الطلب على الأسهم حول العالم ومنه التخلي عن الدولار. طب هذا وقت هل تعتقد أنه مناسب سيد سركيس لاتخاذ قرار، خاصة أنه عندك موسم إعلان نتائج وفي بعض من الأسواق عندها ديفيدنس إشي مهم، يعني هو فقط بيستثمر لهذا الغرض، وإلى أي حد تعتقد بأنه إذا ما تحدثنا عن الصناديق الخامله والصناديق الاكتف، يعني الاكتف مقابل باسيف، ممكن تكون تشكل نقطه فارقه في هذا التوقيت؟ بالتاكيد حاليا مع انتظارنا لنتائج اعمال الشركات لا يجب ان نستبعد ان نرى شركات نتائجها سيئه جدا، لكن في الناحيه الاخرى فيتابع المتداولون النتائج التي ستكون أفضل من التوقعات لو أنها أيضا أشارت إلى انخفاض مقارنة في الأداء خلال 2019. وبالتالي الاتجاهات الإجمالية للمحافظ الاستثمارية ربما سوف تبقى نحو التوجه نحو استغلال الفرص في أسواق العائد المرتفع وأسواق الأسهم، إذ أن الركود الاقتصادي المحتمل الذي وقع فيه الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من هذه السنة ربما يكون أقل حدة مما كان يخشى الكثيرون سابقا، ورغم أن هذا الركود الاقتصادي عميق بالفعل وربما الأسوأ منذ عشرات السنين، لكن أيضا هو ركود أقل وطأة مما كان يخشى الكثيرون. وكذلك الشركات أظهرت لنا خلال الربع الأول نتائج تبدو سيئة، لكنها أيضا جاءت أفضل لعديد من الشركات من التوقعات، وهذا ما أعتقد أيضا سوف يحصل خلال الربع الثاني من هذه السنة الماضي وكذلك خلال الفترة المقبلة من هذه السنة مع إعادة فتح الاقتصاد، والتي قد تحسن نوعا ما من نتائج الشركات لتزيد شهية المخاطرة، وبالتالي توجه المحافظ الاستثمارية للبحث عن الفرص في عديد من الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية. أجزت وأفدت سركيس تشوبريان، وأنتم من خلال الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.